مساء البركة والسعادة والخير والجمال وكل حاجة حلوة في الدنيا على حضراتكم، ليلة جميلة مشرقة بالفرح والسعادة على حضراتكم في ليلة من ليالي ساعة ونص مشهورة على الهواء مباشرة كل 4-9 مساء في برنامجكم. ليا الشرف أكون معاكم النهاردة زي كل أسبوع مضيفكم دكتور مجدي إسحاق. بتجيلي أسئلة كتيرة جدا 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 فوق ما تتخيلوا، سواء على الخاص أو العام أو على التليفون أو في غرفة المشورة أو الكشف في المستشفى أو في العيادة، عن مرض يعني بياخد جزء كبير جدا من تفكير الناس وهم كبير قوي في ذهنهم، اسمه الزهايمر ديزيز، مرض الزهايمر أو التدهور العقلي الخاص بالزهايمر. خلينا نحكي شوية النهاردة في هذا الموضوع الخطير والكبير ونقول لكم حاجات مهمة وفي نفس الوقت نطمنكم عشان تاخدوا بالكم وتاخدوا بالكم تعملوا ايه كوقاية من حدوث هذا المرض. اولا 44 ل 45 مليون اصيبوا بهذا المرض سنة 2015. طبعا اكيد الرقم ده كتر شوية اليومين دول لسببين، لان تشخيصه كتر او بقى اسهل، ولان طبعا عدد سكان الكره الارضيه اقترب من 8 مليار، فاكيد الرقم عالي. من مشاهير العالم اللي اصيبوا بهذا المرض طبعا اشهر الاشهر ما بين الاشهر رونالد ريجن رئيس الـ40 لامريكا. طبعا دي كانت قصه ماساويه بجيبها لكم في السكه شويه، ان هو بعد ما ترك رئاسه امريكا، ده كان الرئيس الـ40 زي ما بقول لكم، اصيب بهذا المرض، والحقيقه عاش قصه ماساويه انتهت بوفاته. ومراته نانسي عاشت معاه ايام صعبه جدا، لدرجه كانت بتقول ان هو كان بيمشي في الشارع والناس كانت بتسلم عليه بفرحه ولهفه، هو كان بيسالها هما بيسلموا عليا ليه، نسي انه كان رئيس امريكا يعني. فمصر طبعا الممثل الكبير العظيم عمر الشريف اصيب في اواخر ايامه بالزهايمر، بعض الممثلين زي ريتا هيورث وتشارلتون هيستون دول أصيبوا بالزهايمر ديزيز ما بين الناس اللي أصيبوا بيها. طبعا عاوز أطمنكم أن التدهور العقلي الشهير جدا اللي احنا بنشوفه، واحد بيشتكي لي يقول لي أنا بنسى، نسيت مواعيد، نسيت مفاتيح، نسيت النضارة وهي على وشي، نسيت وشي وهو على النضارة، يعني المهم نسي مراته، ودي فكرة حلوة برضو جدا جدا هتريحك جدا في حياتك، أو نسيت جوزها. الناس اللي بتنسى ده طبيعي جدا في ان بني ادم ينسى عبر حياته فترات وحاجات قليله. المشكله في المرض ده التدهور العقلي المتزايد، يعني كونك تنسى حاجه حطيتها، تنسى ميعاد، تنسى مكان، تنسى عنوان، تنسى ورقه، تنسى كتاب، تنسى ميعاد عندك، ده كل ده بيحصل لينا جميعا. لكن ان التدهور يبقى متزايد زي ما هنحكي مع بعض بعد شويه، وبيتزايد يوم عن يوم ومعاه أعراض أخرى كثيرة، ده اللي اسمه التدهور العقلي الخطير بتاع الزهايمر. وعاوز أقول لكم حاجة قبل ما أحكي شوية في أرقام في النسب، يعني إن أشهر سبب لأسباب النسيان في العالم هو القلق، الاسترس. البني آدم لما بيبقى مضغوط عقله بينسى، لأنه من كتر تفكيره في القلق في الأشياء المؤلية الحاجات المهمة تروح من دماغه. زي مثلا أنت نازل من بيتكو قلقان، قلقان ان وراك حاجه فتنسى حاجات في السكه لانك بتفكر في الحاجه اللي شغلاك اثناء القلق يعني. طبعا التدهور العقلي في العالم 50-70% منه هي حالات الالزهايمر. ال 20% دول بقى اللي هم المشهورين جدا، ودول اللي انا عاوز اتكلم عليهم، ان هم بسبب امراض الضغط والسكر والكوليسترول والسمنه. دول يمثلوا 20% من الاسباب، ودول اللي انا عاوز اتكلم عليهم. ال 20% دول بيوصلونا لل 70% السابقين يعني. يعني إذا سبت بني آدم عنده ضغط وسكر وكوليسترول وسمنة وسجاير وتدخين وقلة رياضة وركنة وقعدة والكلام ده كله، يبتدي العقل يتدهور، تبتدي الأوعية الدموية ما تشتغلش كويس. وفي 10% أسباب أخرى مش عليكم علينا في كلية الطب، أمراض نادرة جدا لا علينا بالحديث فيها الآن يعني. طيب خلينا نقول إن الزهايمر ديزيز ده بيظهر في نوعين من المرض ده، في منه موضوع وراثي وده هتكلم عليه حالا شوية بعد شوية، وفي موضوع مكتسب أو بيجي على سن كبير شوية هنتكلم برضو عليه بعد شوية. أبتدي الأول بالأسباب المعروفة اللي تؤدي إلى ألزهايمر اللي هي الأسباب القابلة للعلاج. زي ما قلت الضغط، الدم والسكر والكوليسترول،
الغدة الدرقية، شرب كحول كتير، نقص فيتامين د، الصدمات العصبية والاكتئاب بيعمل كده. عشان كده من فضلكم أي بني آدم ضغطه مش مظبوط، سكره مش مظبوط، كوليستروله مش مظبوط، عنده نقص فيتامين ب 12 أو فيتامين د، أو عنده مشاكل في الغدة الدرقية، أو عنده سمنة مفرطة، كل دول ياخدوا بالهم يروحوا للدكتور في أقرب فرصة، لأن إحنا بنستهين بهذه الأمراض ونكتشف بعد سنين الأمراض دي بالها طويل. لكن لو ثابت تؤدي إلى تدهور في الأوعية الدموية. وخليني أحكي لكم الفكرة إيه. الأوعية الدموية اللي طالعة من القلب للمخ دي عبارة عن مواسير مياه. المواسير دي بيمشي فيها الدم بسهولة شديدة عشان يوصل الأكسجين والمواد الغذائية للمخ. لما الضغط بيعلى أو السكر بيعلى أو الكوليسترول بيعلى، الوعاء الدموي ده بيتأثر، فالأغذية والأكسجين ما بيوصلش بشكل كافي للمخ، فالخلايا بتاعت المخ ما بتبقاش قادرة تقوم بوظيفتها بشكل جيد، فالناتج النهائي إن خلايا المخ بتضعف، هو ده السبب. عشان كده احنا بنشوف ناس عمرها بالسبعين والتمانين والتسعين والمية، وأنا شفت ناس 100 سنة زي الفل، ما تديلوش 50 سنة، بس محافظ على سكره وعلى ضغطه وعلى جسمه وصحته زي الفل، وبيمشي وبيتحرك والدم واصل للمخ بشكل جيد. وده بيفكرني بقصة موسى اللي لم تكل عينيه، كان عمره 120 سنة ولا ذهبت نضارة وجهه، كان محافظ على صحته. فده اللي بيسموه التدهور العقلي ذو الأسباب. أما الموضوع بتاع الزهايمر فده في منه شكلين، شكل نادر جدا ده بيبان مبكر قوي قبل سن الأربعين خمسين، ده اسمه الزهايمر وراثي، وده نسبته 1%، حاجة نادرة جدا. إنما الزهايمر الطبيعي اللي هو بعد سن 60 وانت طالع ماشي كده في سكة 70 80 90، ده اللي اسمه الزهايمر الطبيعي، اللي هو كل ما بتكبر في السن مع تدهور الأوعية الدموية ممكن يبان أكتر يعني. طيب وبالمناسبة فوق سن 90 نسبة الزهايمر بتزيد جدا، 1 من كل 3 تقريبا يعني. فعشان كده دايما انا بقول الجملة دي، سمعتوني بقولها كتير، لما تيجي تدعي البني ادم ادعي له بالصحة وطولة العمر. ولما تدعي له بالصحة يعني يا رب اديك الصحة وطول، مش طولة العمر طولة العمر وانت بتنسى، دي مش حاجة ظريفة جدا. طيب نشخص ازاي الزهايمر. الزهايمر يحتاج الى اعراض ثابتة لمدة 6 شهور، اكتر من 6 شهور تبتدي الاعراض دي تقول ان انا عندي مقدمات لألزهايمر يعني. تمام. بس قبل ما احكي بقى اعراض الزهايمر احكي لكم قصته. مين الاخ الزهايمر ده؟ يعني قصته عجيبة جدا جدا جدا. سنة 1901 كان في طبيب الماني مشهور اسمه لويس الزهايمر، من هنا جه الاسم لويس الزهايمر او لويس الزهايمر. كان طبيب اعصاب شهير في المانيا. جات له مريضة اسمها اوجستي، عمرها 51 سنة. الست دي كان عندها تدهور عقلي واضح، عندها تدهور عقلي مبكر في سن 50 اللي هو الزهايمر المبكر. ودي صورة اوجستي اللي هي المريضة بتاعته. وبالمناسبة الست دي كان احد اعراض الزهايمر المتدهور عندها انها كانت بتشك في جوزها، والزهايمر من ضمن اعراضه الشديدة في الاخر الهذيان والشك، العين بيشك جدا في القريبين منه يعني. دي جالها الزهايمر مبكر، هو ما كانش يعرف قصة الزهايمر، انما قال عندها مرض غريب. ماتت الست دي بعد 5 سنين. الرجل ده انتقل الى ميونخ، خد المرأة دي طلب تحليل مخها. لما حلل مخ لقى فيه اجسام غريبة متنطورة داخل المخ، عبارة عن ترسيبات بروتينات غريبة داخل المخ وخارج الخلايا، داخل الخلايا وخارج الخلايا. ودي صورة الخلايا زي ما باينه قدام حضرتك. احتفظ بالصور دي بسلايدات الباثولوجي او التحليل الانسجة الخلوية دي، وسبع عنده في المعمل لغاية عام 1970. كان هو مات الرجل ده وشبع موت، صنفوا المرض ووصفوه على اسم الدكتور ألويس الزهايمر اللي هو اول من وصف هذا المرض. الغريب بقى في القصة ان اوجستي اللي هي كان عمرها 51 سنة وكانت بتشك في جوزها، وان الشك ده من اعراض المرض، الغريب والمضحك والمبكي ان جوزها فعلا طلع كان بيخونها. يعني الغريبة انه كان بيخونها، دي من ضمن يعني مآسي مضحكات هذه القصة بتاعتنا. ففي سنة 1970 صنف المرض ده، ثم بقى ابتدوا يتعاملوا مع هذا المرض على انه مرض خطير،
بدءا من سنه 1970 واحنا طالعين. وبالمناسبه لغايه سنه 2023 اللي هو السنه اللي فاتت اكتشفوا تحليل دم، دي يمكن ما نتكلمش عنه النهارده، يمكن ان يحلل مرض الالزهايمر. قبل كده كنا بنشخص الزهايمر بس بالاعراض، ان اسالك اسئله تكشف عن ان ذاكرتك تدهورت. يعني ادي عم قالوا الزهايمر صورته اهي موجوده قدامكم، يمكن تطلع بعد شويه على ادي الاخ قالوا الزهايمر اللي هو الدكتور اللي صنف هذا المرض، وادي اوجست اللي احنا قلنا عليها، وادي الاجسام الغريبه اللي موجوده، وادي منظر المخ. لما جم عملوا تشريح كامل للمخ لقوا ان حجم المخ عند الناس دول بتوع الزهايمر بيحصل فيه انكماش. شايفين المنظر الصوره دي؟ ادي منظر المخ اللي على الشمال الطبيعي، ومنظر المخ اللي على اليمين اللي هو انكمش. وده على فكره بيبان بالتصوير السي تي سكان اللي هي الاشعه المقطعيه او الاشعه الام ار اي اللي هو الرنين المغناطيسي. اول علامات الزهايمر انك تلاقي المخ حجما يكش. طبعا عايز اقول حاجه، الواحد لما سنه بيتقدم في حاجه اسمها ايجينج انفوليوشنال تشينج اللي هو كشاشان طبيعي مع العمر. فالزهايمر لا، كشاشان بيبقى جامد قوي لان الخلايا ما بيوصلهاش دم كفايه فبتكش. وده الطريقة الأشهر لتشخيص الزهايمر. دلوقتي بقى في طرق أشهر وأشهر هقولها في آخر الحلقة. وبالمناسبة السيدات نسبتهم ضعف الرجال في الإصابة بهذا المرض، وتدهور المرض عندهم أكتر. يعني إحصائيا عدد السيدات اللي بيصابن بالزهايمر ضعف الرجال، ونسبة التدهور فيهم أكتر من ذلك. يعني نيجي بقى للسؤال بتاعنا، ما هي اعراض الزهايمر؟ طبعا انا هطمنكم في الاخر، هعمل معاكم اختبار في الاخر، بس لما اخلص هعمل الاختبار اللطيف ده عشان اطمنك عندك ولا ما عندكش. هتعمل معايا خمس اسئله اقولهم لك في الاخر، يعني ابقوا معي في هذه الحلقه لغايه الاخر، هسالكم خمس اسئله. اذا جاوبتوا الخمس اسئله نجحتوا وطلعتوا من الموضوع، ما جاوبتوش استناني بره، ما تمشيش، هبتدي اعالجك من بره بره هقول لك تعمل ايه. نيجي بقى لأعراض الزهايمر. قسموا الزهايمر لأربع أنواع شهيرة، ممكن يتقسموا الأربع أنواع أو أربع مراحل. وفي المرحلة الأخيرة خالص 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 اللي هي تعتبر المرحلة الخامسة، الأربع مراحل دول بيخشوا في بعض. لكن الزهايمر أشهر نوع منه اسمه الكلاسيك الزهايمر اللي هو إيه؟ فقدان الذاكرة أو الفقدان التدريجي للذاكرة. يبتدي ينسى الأشياء تدريجياً. المرض ده على مدار 10 لـ20 سنة بيبان. ودلوقتي الموضة الجديدة ان هم ممكن يكتشفوا الزهايمر قبل حدوثه بـ20 سنة عشان يبتدوا يعملوا له وقاية. واطمنكم ان هم دلوقتي بيعملوا لقاح لالزهايمر، يعني خلال ربما لضعف التمويل مش عارفين نوصل، يعني في كورونا كان في امكانيات مادية ضخمة بحيث انه في سنة ولا سنة وشوية قدروا يكتشفوا لقاح لكورونا. بيبشرونا وبيقولوا لنا ان خلال الايام اللي جايه يكتشفوا لقاح، اديك اللقاح من هنا يجي لك وقايه من الزهايمر من هنا. لما يطلع هذا اللقاح هقول لكم عليه، علشان اللي يحب ياخده ياخده، حتى لو ما عندوش الزهايمر يبقى ياخده من باب الاحتياط لو كان رخيص يعني. انما هو غالبا غالي جدا، لان علاج الزهايمر اللي اكتشفوه السنه دي تكلفته 23,500 دولار. ده اللي اكتشفوه، اللي هو مش بيعالج الزهايمر 100%، بيعالجه 0.5%. لو ضربت 23 في 50 جنيه اللي هو تقريبا سعر الدولار، يطلع تقريبا قرب المليون، مليون ونص. يعني الزهايمر ارخص، يعني لو جالك الزهايمر يبقى ارخص لك. غالي جدا، ده التكلفه السنويه، بيتاخد حقنه في الوريد كل اسبوعين، وبيتاخد في المستشفى، وله مشاكل ضخمه ومش قادرين يعرفوه. لما يترخص العلاج ده بقول لكم عليه ان شاء الله. نرجع بقى للقصة بتاعتنا، ما هي أعراض الزهايمر؟ أول حاجة فقدان تدريجي للذاكرة، نسيان الأشياء والمواعيد والأسماء حتى أقرب الناس. تبتدي القصة لها سيكونس اوف ايفنت، لها كده ترتيب، يعني يبتدي ينسى. الأول نسيان طبيعي، يعني أنا حاجات شكلها طبيعي بس بعد شوية أبتدي ألاحظ إن النسيان مش طبيعي. لا، بينسى أسامي ولاده، وليها حتى التدريج، يعني ينسى اخر واحد ينسى اسمه ابنه الصغير،
يعني ينسى الحاجات البعيدة قوي يفتكرها، الحاجات القريبة قوي ينساها، يعيد الجمل بنفس الكلمات. يعني بتاع الألزهايمر يحكي لك القصة هي هي، ولو قعدت مع حد عنده ألزهايمر خد بالك ان لو قال لك نفس الجملة هي هي تهز راسك بمنتهى السعادة، ولو قال لك نفس النكتة تضحك برضه عشان ما تكسفوش، تضحك كل مرة بنفس الانفعال. روعة، نكتة روعة انت سامعها 20 مرة، هو بتاع الألزهايمر يقول لك النكتة 100 مرة، ويكرر نفس السؤال، نفس السؤال 100 مرة. وبالمناسبة يعني الفيلم الشهير في مصر هو فيلم ألزهايمر اللي عمله الممثل الشهير عادل إمام، ومعاه طبعا الممثل الرائع سعيد صالح، كانوا أروع من بعض في الفيلم، لأن في الفيلم مثلوه بدقة. كان عادل إمام عنده ألزهايمر مكتسب بسبب الأدوية، بيحاولوا يقنعوه إنه عنده ألزهايمر، وكان عمر وكان سعيد صالح عنده المرض بسبب المرض فعلا، والتقى الاتنين، وسعيد صالح كان ناسي ان ابوه مات وناسي ان عبد الناصر عمل الثورة، وكانت قصة مأساوية شديدة. يعني يتوه في العناوين، يعني ممكن ما يفتكرش حتى عنوان بيته، يفقد الذاكرة، بالذات الذاكرة لحاجات مألوفة. يعني يبقى اعراض الزهايمر فقدان الاماكن، صعوبة في العثور على الكلمات، والصعوبة في الحصول على التعبيرات او المشاركة في الاحداث. وزي ما قلت لكم بينسى الناس، ومن كتر ما بينسى الناس بينعزل عن الناس لانه مش عارف هم مين، فيتكسف. وبعدين يبتدي يستخدم تعبيرات، يعني يشوف واحد هو المفروض انا عارف اسمه، واحد حبيبي وانا عارف اسمه، فيقول له ازيك حبيبي، ازيك يا اغلى الناس، ازيك يا نور عيني، ازيك يا حته من قلبي، ما هو مش عارف يقول اسمه، فيبتدي يستخدم تعبيرات بذكاء عشان ما يبينش انه ناسي. يعني ويبتدي ينسى الحاجات اللي اشتراها، يعني يشتري الحاجة أكتر من مرة. ومن المآسي اللي عند الناس دول صعوبة في التعامل مع الفلوس، إنه ممكن ينسى حطهم فين، ولو راح البنك وطبعا استلم حد من الموجودين في البنك من العملاء ولا حاجة، ولاحظ إنه بينسى أو سأله سؤال، ممكن وهو واقف على الاي تي ام يسحب فلوسه أو يسرقه أو حاجة زي كده. من الحاجات اللي بينساها الأدوية، ياخد الدواء بتاع الضغط الصبح مرتين ثلاثة، فممكن يجيله هبوط حاد في الضغط، أو دواء السكر هبوط في دواء السكر، ودي بيسموها في الطب بولي فارماسي، إن هو ياخد الدواء ويكرر أخدانه، ودي كارثة. عشان كده الناس دول من ضمن الكير جيفر بتوعهم اللي هم الناس اللي بيعتنوا بيهم، يحط لهم الدواء في علبة ويعلم عليه ويدي له ألوان، ويقول له للصبح تاخد اللون الأحمر، الظهر تاخد اللون الأخضر، بالليل الإيه اللون الأحمر. طبعا الكارثه ان اللي بيعلم له يكون هو نفسه بينسى، يعني لازم هو يكون بيفتكر عشان يفكر اللي بينسى، مش يكونوا الاثنين بينسوا. ومن ذاك لهذا يا قلبي لا تحزن. يعني النوع الثاني من الالزهايمر اللي هو بيسموه فيزيو باشيال الزهايمر او فيديو باستيال الزهايمر ديزيز، دول اللي عندهم صعوبه في فهم ما يروه. يعني هو بيشوف بس مشكلته انه مش فاهم هو بيشوف ايه، ما يعرفش يترجم ما يراه. وبالمناسبة المخ فيه مركزين للرؤية، في مركز في آخر الدماغ ورا اللي هو مركز الرؤية اللي احنا بنشوف فيه بعينينا، انك تشوف ده سلم، دي أوضة، ده تلفزيون، دي ترابيزة، لكن انك تفهم ان دي ترابيزة ده مركز تاني، هو ده اللي بينصاب في الزهايمر. يعني مش الرؤية اللي بتصاب، اللي بيصاب ترجمة ما ترى، ده موجود بقى في الجانب الصدغي من المخ. ده بيبقى عنده صعوبة في العثور على الأشياء، يعني مثلا هو بيدور على شوية لبن يشربه، يفتح التلاجة قدامه اللبن، وقدامه الجبنة، وقدامه الفاكهة، يبص على إزازة لبن مش عارف إن دي إزازة لبن، فيروح قافل التلاجة تاني، وين ده واحد يقول له يا حبيبي هات لي اللبن، ما قدام خلقتك أهو، لا مؤاخذة يعني، واحد يزعق له من ولاده، طبعا دي منتهى الخطورة. طبعا عايز رقة شديدة في التعامل، يروح مطلع له كوباية اللبن، قال اللبن أهو يا بابا، بس أنت تلاقيك ما خدتش بالك منه. تتطور القصة أكتر، إنه يبقى عنده صعوبة في تمييز وجوه الناس، يعني بيشوف وشوش الناس مش عارف ده من ده من ده من ده، مع إن الوشوش دي بالنسبة له كانت معروفة يوما ما. النوع الثالث من الألزهايمر اسمه لوجوبينيك ألزهايمر، اللي هو صعوبة في استخدام اللغة، إنه مش لاقي الكلمات. على فكرة كلنا برضو بيجي لنا، عشان ما تتخضوش، تبقى بتتفرج على فيلم تقول هو مين الممثل ده؟ آه
او تكون بتتكلم في موضوع راحت الفكرة من دماغك او راح العنوان من دماغك او راح التليفون من دماغك. انا شخصيا كنت اعرف ناس كان عندهم ذاكرة حديدية في التليفونات، كنت تقوله مثلا تليفون فلان يقول لك 3 7 8 9 10 11 12 ورا بعض، تليفونات ورا بعض. كل لما يكبر في السن ينسى ارقام التليفونات. لا ده مش بينسى ارقام التليفونات، ده بينسى الناس بالتليفونات بالنوتة بكل حاجة. يعني صعوبة في العثور على الكلمات، وصعوبة في المشاركة في المحادثات، وصعوبة في استيعاب الكلام اللي بيتقال. ومن هنا تبقى القصة صعوبة لغوية في استرجاع أو استدعاء الكلمات. وبالمناسبة أنا شخصيا أعرف ناس كانوا وعاظ وبدأت الناس تلاحظ عليهم تعثرات في الكلمات. الناس دول على فكرة احنا بنريحهم، بنديهم أجازة من الوعظ أو بنقول له من فضلك اتكلم فترة كذا، ونكتب له الكلام في كتاب عشان من في ورق عشان ما نحرموش من مهارة الوعظ. حلو كده. النوع الثالث اسمه ديس اكسكيوتيف الزهايمر، اللي هو تدهور سلوكي، صعوبة في صناعة القرار أو كوارث في صناعة القرار، سلوكيات محرجة، تدهور في العادات السلوكية، تدهور في العادات الصحية. طبعا ليه؟ لأن العادات الصحية اللي احنا بنعملها عاوزة ذاكرة، يعني انك انت تستحمى دي عايزة ذاكرة، تفتكر انك انت بتنظف ايدك وبعدين تشطف وتفتح الدش، بينسى الحركات دي، بينسى احيانا يحلق، يعني يمسك مكنة الحلاقة. هم كانوا بيحلقوا ازاي؟ تخيل ان الزهايمر ممكن يوصل للمرحلة دي في الاواخر. طب يعني امشي الموس هنا ولا امشيه هنا وعلى رقبة مراتي واخلص؟ فاهم الفكرة ازاي؟ واحيانا يستخدم الفاظ او حركات محرجة، ممكن تبقى، انا اسف التعبير، كاشفة، انه يخلع هدومه وتبقى نوع من انواع الاحراج، يعني بسبب نسيانه ان دي حركات محرجة امام الناس، بيسموها ديس اكسكيوتيف الزهايمر. في المراحل الاخيرة خالص بقى يخشوا الاربعة في بعض، كل الاعراض تبان، الحركات والكلمات وكله يبقى بطيء، وتتدهور الوظائف الجسمية لدرجة انه احيانا ينسى يبلع، لان البلع دي حركة تلقائية فينا في المخ، ما ينسى انه يبلع وينسى يتنفس وينسى يستنشق الاكل، فيجي له التهابات رئوية وفقدان شهية وفقدان عطش، ينسى يشرب وتكون وينسى يمشي، فممكن يقع ويخبط في الاشياء لانه مش قادر يحدد خطواته، فتنتهي القصة بانه ينسى نظافته الشخصية وينسى التبول والتبرز والنظافة في اواخر الايام. عشان كده الناس دول نهايتهم تبقى شوية صعبة لو لم يتم الاعتناء بهم. يعني طبعا في نقطة مهمة عاوز اقولها قبل ما انقل، او نقطتين يعني. اهم من الزهايمر انك توعي الناس اللي هتعتني ببتوع الزهايمر، دي هقولها في الحلقة الجاية، الكير جيفر يعني. ونقطة تانية للعلم، ان احبائنا الغاليين اللي بيجي لهم الزهايمر ديزيز بيجي لهم هلاوس، يعني مش بس نسيان، بيجي لهم لخبطة في مراكز المخ، ان هو بيجي له هلاوس بصرية وسمعية، وبيشك بيشك في الناس، يثق جدا في الغرباء، ويشك ان قرايبه هم اللي سرقوا حاجته، انهم ما سرقوش، يبتدي يشك في القرايب ويثق في البعد عنه يعني. وبيجي لهم شك في الخيانة وتوتر وتهيج واكتئاب. عشان كده احبائنا بتوع الزهايمر بيتعرضوا علينا في لي من اجل العلاج النفسي. يبقى هم بيتعالجوا من حاجتين، من نسيان او اضطراب الذاكره واعراضها المتكرره الكبيره، ثم من اعراض نفسيه من الهلاوس والاكتئاب. طبعا الاكتئاب مفهوم ليه، لانه مش قادر يتعامل مع الناس، فبيجي له نوع من انواع العزله والزعل ونفسه تصعب عليه فيجي له اكتئاب اكتر مما هو عنده اكتئاب. طيب ايه بقى اللي بيحصل بسبب الزهايمر؟ يعني اولا اللي اكتشفوا ان الزهايمر ليه نظريات كثيرة جدا جدا جدا، وان الاضطراب في المخ ده قد يظهر قبل حدوث المرض بعشرة الى عشرين سنة، وغالبية التغير اللي في المخ بيحصل في المخ كله، بس في جزء في منتصف المخ. يعني لو انا شرحت لكم المخ مرة قبل كده
قلت ان مخك ده عامل زي نص بطيخه، نص بطيخه، نص كوره بلاش نص، بس انا بقول بطيخه اقول لكم ليه بطيخه. النص ده تمام لو شلته كده حطيته قدامك له قشره من بره خضرة اللي هي قشره البطيخه، ومن جوه حمراء. خلاص اللي بره دي القشره الخارجيه دي اسمها الجراي ماتر، واللي جوه الحمر دي اسمها الوايت ماتر، هما اسمهم كده يعني، القشره الرماديه والقشره البيضاء، ده تركيبه المخ. لو مسكت المخ النص ده قطعته كده بالطول بقى عندك ربع وربع، هو المخ عباره عن ربعين بطيخه ملزوقين في بعض. في النص في حاجه اسمها حصان البحر او الهيبوكامبس، النص دي اكتر منطقه فيها خلايا الذاكره، هنا بقى تغيرات الزهايمر. لقوا في المنطقة دي بيحصل نوع من انواع الضمور بسبب ترسب مواد بسبب الالزهايمر ده. ايه المواد اللي بتترسب دي؟ مادتين، مادة اسمها تاو بروتين ومادة اسمها امايلويد بي بروتين، ومحدش عارف المواد دي بتيجي منين خالص خالص. المواد بالمناسبة دي موجودة فيا وفيك بشكل طبيعي جدا ولا تؤثر على المخ وليس لها اي اثار جانبية، لكن في الناس دول اللي عندهم الزهايمر شكل البروتينات ده بيتغير لسبب غير معروف، بيتغير تركيبته البروتينية ويترسب في هذه الأماكن ويزداد حجما، فبيبتدي يأثر على وظائف المخ. التاو بروتين أو الأمايلويد بي بروتين دول اللي بيبانوا في تحت الميكروسكوب لما بناخد شريحة من المخ، دول هم اللي بسببهم بيحدث موضوع الزهايمر. لو بصيتوا كده معايا على الرسمة دي هتلاقوا ادي اللي لونهم ازرق دول، ده التاو بروتين او الاميلويد بي بروتين. وفي سلايد تاني برضو موجود هتلاقوا الخلية اللون الاحمر الجميل ده لون المخ السليم، اللون الاسود المنقط ده سواء جوه الخلية او بره الخلية دي التاو بروتين او الاميلويد بي بروتين. الاميلويد بي بروتين دي الكارثة بتاعت الزهايمر. واقول لكم حاجة برضو للعلم بالشيء، يعني عملنا بحث عندنا في القصر العيني كنت يعني مشرف عليه. في هذا البحث عملنا اختبار غريب شوية جدا، جبنا الفيران واصبنا الفيران بمرض السكر، يعني اديناها مادة تدمر البنكرياس فالسكر عالي جدا. لقينا ان الخلايا اللي اسمها الاميلويد بي بروتين والتاو بروتين زاد جدا في مخ الفيران، فالفيران تاهت. عملنا لها اختبار انك تحط لها الاكل مش عارفه توصل الاكل، بتخش في ميز في متاهه يعني. وبعدين جبنا نفس الفيران عالجناها اديناها انسولين، فلما اتعالجت عرفت توصل لمكان الاكل، فلقينا ان الامايلويد بي بروتين ده بيزيد جدا في مرض السكر وبيتحسن جدا بعلاج السكر، مما يؤكد ان اي بني ادم عنده سكر او ضغط او كوليسترول زي ما قلنا بقيه الامراض، بس احنا كنا عاملين البحث ده على السكر، انه علاج المرض ده يتم بالعلاج او بالظبط البارامترز بتاعت السكر. لكن طبعا للعلم برضو للامانه العلميه هناك ناس بيجي لهم الامايلويد بيتا بروتين او التاو بروتين بلا سبب معروف، حتى لما بيكون السكر على الشعر بيجي لهم، يعني بيجي لهم يعني. طبعا بنشخص الزهايمر طبعا النهارده انا مش هقدر اتكلم على الموضوع ده، لكن هقول لكم حاجه لطيفه لغايه لما نتكلم الاسبوع الجاي، عشان في ناس ممكن تبقى قاعده قلقانه، اطمنها طمان سريع جدا. هسألك شوية أسئلة جاوبهم معايا، لو جاوبتهم يبقى أنت ما عندكش حاجة، يبقى روح نام بسلام إلى مدى الأيام. ده الاختبار اللي احنا بنعمله في العيادة، ده اختبار مبسط للألزهايمر، عشان لما واحد يبقى عنده ألزهايمر مبدئيا بنعمله الاختبار ده. طبعا في اختبار أقوى من كده، إن أنا بجيب له ورقة كبيرة فيها حوالي 30 سؤال، لكن أنا الأول بسأله مجموعة الأسئلة البسيطة دي. ايه الاسئله اللي بنسالها لبتوع الزهايمر؟ بصوا بنساله خمس اسئله. اقول له النهارده يوم ايه؟ شهر ايه؟ سنه كام؟ احنا صيف ولا شتاء؟ والساعه كام؟ ادي اول خمس اسئله. فلو انت قاعد قدامي قلت لي النهارده الاربعاء، احنا في شهر مايو سنه 2024، احنا دلوقتي في اول الصيف، الساعه تقريبا 9:15 9:30 بالليل، يبقى انت ما عندكش الزهايمر. تاني حاجة بسألك عن خمس أسئلة عن المكان، أقول لك إحنا فين؟ تقول لي إحنا في البيت. إحنا محافظة إيه؟ تقول لي محافظة القاهرة أو الجيزة أو ألمانيا حبايبي أو سوهاج. إحنا في مدينة إيه؟ تقول لي اسم المدينة بتاعتك. إحنا في بلد إيه؟ إحنا في قارة إيه؟ سهلة أهو.
يبقى 5 أسئلة عن الوقت و5 أسئلة عن المكان. وبعدين السؤال اللي بعد كده هقول لك اجمع عدد وعد عليه 7 او عدد ونقص منه 3. ازاي؟ يعني اقول لك 7 اجمع 7 يبقوا 14 يبقوا 21 يبقوا 28 يبقوا 35. لو عملت الخمسة دول ورا بعض بسهولة يبقى انت مخك شغال. او اقول لك نقص 3 100 ناقص 3 يبقى 97 ناقص 3 يبقى 94 ناقص 3 يبقى 91 ناقص 3 يبقى 88. اذا عرفت منهم بالسهولة دي انك تجمع 7 او تطرح 3 يبقى انت مخك مفهوش الزايمر. طمنته؟ يبقى اقول لك الاختبار تاني واعمله معايا وانت قاعد بسلام كده معايا. 5 أسئلة عن الوقت، اليوم والشهر والسنة والفصل والساعة، 5 أسئلة عن المكان، المكان اللي انت فيه والمحافظة والمدينة والبلد والقارة، ثم رقم واجمع عليه 7 او رقم واطرح منه 3 كده. بس نطمن عشان ايه، اقفل الحلقة وانت ريلاكس. اعمل الاختبار ده ليك، لبابا، لماما، لتيتا، للبواب اللي قاعد تحت، لخالتك، لعمتك. اذا لقيته سليم تعظيم سلام، لقيت فيه قلق استأذنك اقرب دكتور نقيس الضغط، شوف السكر التراكمي، شوف الكوليسترول، نشوف الـ 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 الغدة الدرقية، نشوف نقص فيتامين ب12، نشوف فيتامين د، نروح للدكتور وهو يقول لك تعمل ايه. طبعا لان الحلقة طويلة تستحق مننا حلقة تانية عن الزهايمر. مرة جاية نتكلم على نظريات حدوثه والأطعمة اللي تحمي من الزهايمر والممنوعة في الزهايمر او الممنوعة لكي لا تصل الزهايمر، ثم الأدوية الحديثة في علاج هذا المرض. مع خالص امنياتي بالسلامة والسعادة للجميع، ابقوا معنا او اتروا في اي حتة، نطلع فصل صغير نسمع ترنيمة جميلة ثم نعود لاستقبال اسئلة حضراتكم. يا رب ما أحلى الحياة قربك. العشرة مع الرب حلوة لأنه حلو جدا لحياتي وحياتك. كم أنت حلو، حلو يا يسوع. في الضيق كنت عون.
عونا لي وناصرا في وهدة الآلام كنت قادرا. سددت كل الأحتياج مالئا وفاض منك نبع حب هادرا كما أنت حلو لحياتي يا يسوع. أبهجت قلبي ومسحت للدموع. من لي سواك في السماء أرتجي؟ من معك أبغي أو أريد في الربوع؟ كم أنت حلو 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 يا يسوع. عرفتني حب الإله كم يكون. أخجلتني إذ أن حبي لا يدوم. فلتعطني أحبك من داخلي قدرتي بقوتي كما تروم. من قدرتي بقوتي كما تروم. كما أنت حلو لحياتي يا يسوع. أبهجت قلبي ومسحت للدموع. من لي سواك في السماء أرتجي؟ من معك أبغي أو أريد في الربوع؟ كم أنت حل 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 يا يسوع. لاحظنا ان الموضوع يظهر انه شادد انظار حضراتكم جدا، لان جاتنا اسئله كتيره جدا على الفيسبوك، فمن قبل حتى التليفونات. فانا هبتدي بس بالرد على سؤال بعته لنا الاستاذه ماجده توبيا. السؤال ايه؟ خلي بالكم انا ما نسيتش، انا بس ما سمعتش السؤال. هي اسمها ماجده توبيا وبتسال ما هي الوقايه. هسيبها على تشويق لغاية لما أتكلم المرة الجاية. بس مبدئيا احنا قلنا ان الوقاية من مرض الزهايمر ان احنا نظبط الحاجات اللي انا قلتها زي السكر والضغط والكوليسترول والسمنة والتدخين والكحوليات. والمرة الجاية ان شاء الله أتكلم على بعض الأدوية والأطعمة اللي بتقي من مرض الزهايمر. انتظرينا يا ماجدة من دلوقتي، ما تروحيش، اقعدي معانا الأسبوع ده يعني قدام التلفزيون لغاية لما أجيلك الأسبوع الجاي. مين معانا بقى على التليفون؟ الو الو الو، انتوا جالكوا الزهايمر جوه ولا ايه؟ ناخد هو في غيره؟ هو مفيش حد اساسا. حد بيسأل سؤال بيقول صباع رجله الكبير في ألم مبرح و...
يعني صباع كبير وجعه وسرة بطنه وجعاه مفيش اي علاقة بالاتنين مبدئيا يعني. لا 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 مفيش اعراض للكبد ولا حاجة، بس الصباع الكبير لو كان في الضفر والضفر منبت وهو الوجع لو داس على ضفره بيوجعه يبقى غالبا ده حاجة اسمها انجروينج تونيل اللي هو الضفر اللي مغروس في اللحم. لو كان الضفر شكله متغير ولونه متغير يبقى ده غالبا فطر في الضفر. لو الألم موجود في المفصل يبقى ده بدايات يوريك أسيد اللي هو المرض النقرس. وأنا كتب عليا الغلب إن أنا أشخص من غير ما أشوف عيان، ده غلب اللي أنا فيه ده. ماشي ربنا يخليك. معانا مين يا فندم؟ ألو. ألو. أيوه أيوه اتفضل يا فندم اتفضل. دكتور مجدي. أه وحياتك. أنا الدكتور مجدي. وحياتك أنا. أه ازيك يا دكتور؟ الحمد لله حبيبي ربنا يخليك. يا رب يحافظ، يا رب يحافظ عليك يا دكتور. عليك وعليا يا رب دايما. انا عندي حرقان بيجيني في داي يا دكتور. عندك امشي فين؟ عندك ايه؟ حرقان دي كف ايدي. حرقان في كف ايديك. اه امشي فين يا دكتور؟ هو حضرتك عندك سكر؟ لا ما عنديش سكر ولا حاجه يا دكتور. حللت سكر قبل كده؟ حللت ما عنديش سكر. طيب يبقى حضرتك مشكورا تكشف جلديه. تكشف جلديه. اه ولو سمحت عقبال لما تكشف جلديه غير نوع الصابون بتاعك. نعم يا دكتور؟ غير نوع الصابون بتاعك لغايه لما تكشف جلديه. اغير الصابون؟ اه غير الصابون، خلي المدام تستنضف لك صابونه كده حلوه. طب ماشي دكتور، المدام عايزه تكلم حضرتك تسلم على حضرتك. اللي هتجيب لك الصابون؟ لو ناوي تجيب لك صابون تسلم، مش هتجيب صابون ما تسلمش. ازيك ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا. انت مراته؟ ما باين عليك انك مراته من الفرحه. انا مجرجس. اللي على وشه اول ما ساب التليفون باين ان ازيك يا مجرجس. اهلا الله يسلم حضرتك. اتفضل. هو انا عندي نجرس يا دكتور وعندي حرقان في ايديا برضه زي كده ورجليه مش عارفه ادوس عليها. انت عندك نقرس وعندك حرقان في ايدي، ما انت بتاعت الصابون. لو في حرقان في ايديك يبقى حرقان وهرش، يبقى ده عندك التهاب في الجلد، يبقى نجيب صابون من غير مواد كيماويه اللي هو صابون الجونسون المشهور. طب احنا ما بنستحماش بالصابون، بنستحمى بالشاور. تستحموش بالصابون، تستحموا بالشاور. ربنا يخليك يا دكتور. انا هاجي لكم البيت اطمن على ال يا نهار ازرق، ده احنا زي العسل. لا بصي بصي ستي، ربنا يخليك يا دكتور. هاجي لك انا، اديني العنوان بس. بصي حضرتك، في صابون اسمه جونسون اللي هو من غير مواد كيماويه، صابون جونسون ده حضرتك تستحمي بيه، استنضفيه وهاتيه يا بابا، بس ترخصيش. ايوه تحت الصابون. اه ده صابون من غير مواد كيماويه، ده بتاع الاطفال يا ست الكل. اه بس ان شاء الله خير، هنستحمى كلنا بجونسون. مين معانا؟ الو. ايوب مصعد يا دكتور. اهلا وسهلا. ايوب مصعد. اتفضل يا استاذ ايوب. اهلا بيك يا دكتور. بارك الله فيك. اتفضل. بارك الله فيك يا رب. وفيك انت كمان. بالامانه يا دكتور، انا عندي ابني يعني كان سريع النسيان، بيلتف بطريقه فظيعه خالص. انت بتنسى. واتصل حتى قبل كده. نعم. انت اللي بتنسى؟ ابني بينسى بطريقه فظيعه يعني. مين اللي بينسى؟ انت ولا ابنك؟ ابني ابنك بينسى. كبير يعني، عنده 33 سنه. كبير 33 سنه وبينسى بطريقه فظيعه. لكن انت كويس. هو قلت لحضرتك قبل كده يعني، اتفقت بحضرتك قبل كده وقلت ايه، قلت يا ريت يجيني في يجوني يعني في العياده وكده. اه بالظبط. لحد ما يديني رقم العياده، لحد ما يديني. لا لا انا حضرتك
ولا لا حضرتك يا استاذ مايكل بعد اذنك، الرقم بتاعنا عندك؟ طيب بص سعادتك، ادي لحضرتك يا استاذ مايكل وتاخد تليفونه وتديه له بعد الحلقه ولا دلوقتي؟ ما حدش يرد. طب رقم استاذ، اسم سعادتك ايه يا ريس؟ ايوب مطاجي. ايوب ايه؟ ايوب ايه يعني؟ ايوب حكيم من فؤاد. طب بص يا استاذ ايوب، وانت على التليفون في الكنترول هياخدوا تليفونك وانا هبعت لك الرقم. طب ابعت لي ورقه وقلم وانا اكتب لك الرقم. خليك معايا على الهوا. خليك قبل ما انسى انا الرقم لان انا هنساه دلوقتي. ابعت لي حد حالا يا فندم، حالا هريحك انا عشان سعادتك ما تتعبش. حد يبعت لي ورقه وقلم وانا هكتب لك الرقم. ميرسي يا معانا عشان ما نتعبش حضرتك. حاضر، شكلنا دوخناك، حقك علينا. حاضر. طيب اتفضل يا استاذ ايوب، انا هبعت لحضرتك الرقم حالا. انتوا بتجيبوا رقم من بني سويف ولا منين يا جماعه؟ بتجيبوا الرقم من بني سويف ولا ايه؟ فين الورقه والقلم؟ هات تعالى، ما تخافش تعالى. اتفضل يا استاذ ايوب، الرقم هيوصل سعادتك حالا. اللي يحتاجه من حضرتك ياخده يا فندم. اتفضل. مرسي. هيوصل لحضرتك حالا دلوقتي بس عشان ما نقدرش نحطه على الشاشه منعا للاحراج يعني. طيب مين معايا تاني يا فندم؟ الو مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبي. دكتور حضرتك، انا عندي اضطراب وجداني في مرض القلب. تمام، الف سلامه. الله يسلمك. انا كنت عند الدكتور امبارح بكشف وبنشوف الصوع فوق استشاري. بالصدفه كده بقول له هو افتقد حاجه من حضرتك مخدوم. عامل ايه؟ مش سامع، معلش بالراحه. بقول له هو افتكر حاجة بتخصني من حوالي 5 شهور. فأنا بقول له بسم الصليب عليك يا دكتور، ذاكرتك قوية جدا. قال لي بسم الصليب عليا، بسم الصليب عليا. أنا دكتور خالد يا مايكل. أنا دكتور إيه؟ خالد. وقعد يضحك. فكتب لي الروشتة بتاعتي زي ما هو اللي كاتب. أنا باخد دباكين كورونا 500 حبيتين الصبح وبالليل، واحده الصبح واحده بالليل، وسيبابو واحده الصبح واحده بالليل. وكتب لي دواء للزهايمر اسمه. انت نسيت الدواء؟ خليك معايا. انت نسيت؟ انا عطاني طبعا النهارده. طب خد دواء يفكرك بالدواء. حاضر. يعني انا عايزك تاخد دواء ايه؟ ستيمولان يا دكتور. ستيمولان. تمام، ستيمولان. تمام. سؤال تفتكرني كويس. سؤال حضرتك ايه بقى يا ريس؟ انا يا دكتور حاكي الادويه الاضطراب الوجداني اسمها الكل، هل الدباكين والسيبر ابو دول هنمشي عليهم مدى الحياه ولا هو ليهم فتره وخلصوا؟ لا هم انا بتعالج. ايوه انا بتعالج يا دكتور من 21/3/2018 اضطراب وجداني ثنائي القطب. بص، هو لو اضطراب وجداني ثنائي القطب خفيف ممكن يتاخد في مواسم، لكن لو شديد ينصح انه يتاخد بقيه العمر. فاللي يحدد لحضرتك اللي تاخده ازاي الدكتور المعالج ليك. انا حصل لي انتكاسينا قبل كده دكتور، واحده في 2019 وواحده في 21. ما لو انت سريع الانتكاسه يبقى يفضل تاخده على طول، تاخده وقايه على طول يعني. والوقايه غالبا بتبقى ديباكين. الف سلامه عليك.
الو الو ايوه الو اتفضل. الو ايوه كلم الدكتور مجدي اسحاق. انا معاك يا حبيبي اتفضل. يا دكتور مجدي معايا؟ اه يا فندم اتفضل. دكتور مجدي معايا؟ ايوه يا فندم انا مع حضرتك. يا دكتور مجدي حضرتك طب انا يعني طب انا بتابع التلفزيون مش هو يعني بيرد على اسئله غير انا. لا حضرتك كلمني على طول من غير ما تبص على التلفزيون، كلمني من التليفون على طول. طب حضرتك كان معايا اختي عامه كان فيها انسداد نحو وعملت كوليستومي. اختك عندها ايه؟ 52. عندها ايه مش سامع؟ كولوستومي. كولوستومي؟ عندها انسداد وعندها انسداد نحو. سؤال حضرتك ايه؟ عندها 52 سنه. تمام سؤال حضرتك عملت لها تغيير مسار. سؤال حضرتك ايه؟ اتفضل. سؤال حضرتك الوكيل ده هل ينفع هي عملت ممكن حضرتك تقف في تقف في مكان فيه ارسال لو سمحت؟ اه انا واقف في نص الشارع. تقف في نص الشارع؟ طب خلي بالك من العربيات. يا فيش حاجه فتاة لو تفيد من العربيه اريح وارتاح. اخبارك؟ انت عاوز عربيه والسؤال انت عاوز ترتاح بالعربيات؟ انا مش فاهم هو عايز ايه. يا ريت عربية تاخدك وترتاح. طب كويس. طيب ده اكتئاب حاد. طيب مين معايا يا فندم؟ الو 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 ألو أيوة أنا مع حضرتك. مين حضرتك لو سمحتي الاسم؟ جورجيت. اتفضلي يا أستاذة جورجيت. طيب لا اتفضلي على طول من غير طيب اتفضلي على طول. دكتور مجدي؟ اه يا ستي انا أيوة. دكتور انا دكتور مجدي اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك انا من سنه ونص انا كنت بعت صوره على الفيس كده وحضرتك قلت لي اتصل بيا. من سنه ونص لقيت لي حبايه في رجلي من ورا كده بعد حضرتك بعت لي صوره من سنه ونص عاوزاني افتكرها؟ لا مش من سنه ونص لقيت من اربع ايام حضرتك. انت امال ايه السنه ونص دي؟ الحبايه من سنه ونص. انت بعتيها من اربع ايام الحبايه ومن سنه ونص دي. ايوه بعدين انا عندي السكر فقلت بلاش العب فيها واروح افتحها ولا حاجه لان جرحي صعب شويه ما بيخفش بسرعه. تمام. فالحبايه بتاعتها لغايه من كام يوم يعني حوالي اسبوع كده لقيتها كبرت شويه ونفرت حمار شديد ورمان كده في رجلي من ورا. تمام هي فين؟ مش عارفه انا اكشف جلدي يا دكتور ولا اوعيه دمويه ولا اورام؟ لا اكشفي جلديه على طول. جلديه. جلديه وما تلعبيش فيها. انا عندي سكر. ما تلعبيش فيها. عندي سكر عندي ضغط. ما تلعبيش فيها. ما العبش فيها. ما هي. ولا حد يلعب لك فيها. تمام. اكشف جلدي. اكشفي جلديه. طيب. وباسرع ما يمكن ويا ريت لغايه لما تكشفي جلديه اظبطي السكر. معين مثلا او مركز معين او حته معينه ان ساكنه في العاشر من رمضان فعمليه صعبه شويه. لا اقرب مستشفى ليكي اي عياده خارجيه امراض جلديه سهله مش محتاجه دكتور كبير يعني ممكن اي دكتور حتى
فأول التخصص يساعدك على طول يعني. ألف سلامة على حضرتك. شكرا شكرا. العفو ست جورجيا. الله يسلمك. شكرا تأموري. شكرا دكتور. تأموري. العفو يا فندم. مين معايا يا فندم؟ ألو. أيوة دكتور. أيوة مساء الخير. أهلا دكتور. مساء النور. من فضلك أنا عايزة عندي ابني عنده 4 سنين. أه. بيعمل في إيده بيورق في إيده جنب كده وفي كف رجله وكف رجله الاثنين يلضمهم على بعض كده ويخرج فيهم جامد هما الاثنين وبعد 5 دقايق أو 7 دقايق ألاقيهم عرقوا جامد كده ونزلوا مية. ده ابني لسه ما كملش 4 سنين. زيه ابني برضه نفس الحكاية عنده 1.5 سنة هما الاثنين كده ومش عارفة أعمل إيه. لا ده أنا رحت للدكتور بتاع الجلدية. أه. أيوه ليه؟ رحت للدكتور الجلديه قال لي ده حاجه اسمها حكايه عصبيه. مظبوط لازم نكشف عند دكتور اعصاب بسرعه. بسرعه؟ اه اكشف بسرعه عند دكتور اعصاب. تكشفي عند دكتور اعصاب بسرعه او تكشفي بسرعه عند دكتور اعصاب زي بعض بالظبط. والولد بيعيط كتير قوي على طول يعيط. يبقى تكشفي عند دكتور اعصاب بسرعه عشان هو بيعيط. او عشان هو بيعيط بسرعه. طيب. نكشف عند دكتور اطفال. هي نفس الجمله. طيب وفي لسانه في حته جلده طالعه كده عند لسانه اللي هو عنده 4 سنين دوت عند لسانه طلعت له حته جلده قالوا لي لازم نستأصلها. هي كانت كبيره وبعد كده صغرت خالص جلدتهم ده حلو بقت صغيره جدا. اعمل له عمليه دلوقتي وهو صغير ولا استنى عليك شويه لما يكبر؟ لا استني شويه لما يكبر. متشكرة يا دكتور مجدي. ألف سلامة. ألف سلامة. السلام عليكم. هي هو عض لسانه ولسانه طلعت جلد. اه في ناس بتعض لسانها بتطلع جلد، في ناس بتطلع حاجات تانية. بيحصل اه طبعا بيحصل زي ده جلدية مع كتر الألم اللي بيحصل زي خلايا بتتكاثر يعني. مين معايا؟ ألو؟ أيوة. مساء الخير. مساء النور. معاك كرولوس من الغردقه. اتفضل يا كرولوس. حضرتك انا كنت عايز بس اسالك على حاجه كده. انا جسمي نحيف شويه وانا عندي 18 سنه وجسمي نحيف شويه. تحاليلك كويسه؟ تحاليلك كويسه؟ ايه؟ التحاليل كويسه؟ اه عملت تحاليل. اه يعني عملت صوره دم وعملت عملت ثواني عندي عملت عالي جدا. عملت صوره دم؟ عملت صورة الدم. عملت غدة كاملة. عملت غدة درقية؟ تقريبا لا. لا بص يا حبيبي، أول حاجة في النحافة لازم نستبعد إن ما عندناش أنيميا وما عندناش نقص فيتامين د وما عندناش نقص أو ما عندناش آسف زيادة في الغدة الدرقية. إذا التلاتة دول عملتهم نطمن عليك. نبتدي بقى نظبط التغذية مع دكتور تغذية. لكن لو عندك نقص فيتامين د او نقص او زيادة في هرمون الغدة الدرقية او نقص حديد ده يعمل انيميا على طول. هو الخط قطع؟ طب وبالمرة كمان نعمل ديدان في البراز احتياطي يعني. راح مننا؟ طيب. مين معايا؟ الو. ايوه مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. يعقوب مع حضرتك. يعقوب؟ اه اتفضل يا استاذ يعقوب. كنت عايز اعرف معاد حضرتك في العياده بتاع العجوزه بس عشان نمرن على رقم الارضي. سعادتك ممكن نتعب نديله الرقم يا جماعه معلش عشان متشكر قوي تحت امر سعادتك يا فندم. يا جماعة احنا ما بنقدرش احنا مش عاملين البرنامج ده عشان تجولنا. انا بعتذر جدا لحضراتكم لكن اللي مصر غصبا عنا عشان ما كسفوش يعني. مفيش مشكلة. الياس ايهاب اتفتحت امركم. اه معاك الرقم. بس المعادي يعني اتصلوا من 9 لـ 12 الصبح. مين معايا يا فندم؟ الو؟ الو. ايوه. ايوه يا فندم. انا اسمي فريده لبيب. استاذه فريده اتفضلي. ايوه اتفضلي يا فندم. انا كنت عايزه اكلم الدكتور مجدي.
ما انا مع حضرتك يا فندم دكتور مجدي. طيب يا دكتور، انا مساء الخير الاول. مساء النور الاول حبيبتي، اتفضلي. انا اجنابي وظهري وجعني، وعندي في صدري في الشمال فوق وجعني. دماغك مش عارفه ايه هو ده. دماغك وظهرك وصدرك؟ لا، اجنابي، اجنابي جنب اليمين وجنب الشمال وظهري. جنابك، جنابك اليمين والشمال وظهرك. العمر كم سنه؟ نعم. ست العمر جنبين. العمر كم سنه؟ 75 سنه. كم؟ 75. طيب 75. نطمن بس على العظم. وبعدين انا كنت باخد بتاع اريستادكس للضغط، وبعديها كابوترين، وبعديها غيرته وقلت للدكتور انا عايزه اغيره، لان باين ليه مده كبيره بتاع 20 سنه، فانا عايزه اغيره. فراح كاتب لي على كوفرسيل. كويس، كوفرسيل كويس. كم كوفرسيل بتاع الضغط؟ تمام تمام. فكوفرسيل دوت مش عارفه ليه تعبني. ارجعي للاولاني تاني يا ماما. العمر 75 سنة. لا ما تبتديش السؤال من الأول، ارجعي للكوفر، يعني إذا كان الدواء بتاع الضغط تعبك ارجعي للي قبله، لأنه غالبا الناس لما بتغير دواء الضغط ما بترتاحش على الدواء الجديد. ده أنا خدت الأولاني ريستابكس، خدت وقعدت يجي 20 سنة. ما يهمكيش يا ماما. وبعدين غيرت. لا ما يهمكيش. وغيرت. لا ما انا كده حضرتك بتعيد السؤال، انا صدقني فهمتك وحياة غلاوتك فهمتك. انا اللي انا اقصده حضرتك طالما خدتي دواء الضغط الجديد وتعبك ارجعي للي قبله على طول. ارجع للي قبله من غير ما اروح لدكتور؟ مش انت كنت بتاخديه وكنت مرتاحه عليه؟ كنت باخده من زمان وكنت جالي مده كبيره وغيرته. خليت الدكتور غيره. لا غيره ليه؟ ليه الدكتور غيره؟ انت اللي طلبتي منه يعني؟ انا اللي قلت له ليا مده كبيره يتغير. لا 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 ولا ما اتغيرش، فجد يتغير. لا هو المشكله حضرتك مغيره. استاذنك ما تديش اوامر للدكتور، الدكتور يغير لما يلاقي الدواء مش مفيد ليكي. لو الدواء الاولاني كان ظابط لك الضغط ارجعي له تاني. بصراحه انا اللي هاخد دواء ضغط جديد كده ان شاء الله. اديني اسم الدكتور عشان يديني انا الدواء اللي انت كنت بتاخديه. مين معايا؟ الو؟ لا ما نغيرش ادويه. مين معايا؟ بني سويف. بني سويف. اه ما تيجي تاخديني قلمين احسن. ايوه. الو؟ ايوه يا دكتور. ايوه يا ستي اتفضلي. معاك واحده من بني سويف. واحده من بني سويف، طب كويس. يا دكتور انا والدي عنده غرغرينا فريدي. الف سلامه. عنده الله يسلمك، عنده غرغرينا فريدي وجينا قهر الدايرين ندور على كيس دم الفصيله بتاعته او سالم مش لذينا. يا ريت حضرتك تساعدنا في الموضوع ده. على العموم انا مش هقدر اساعدك، الاعلان على الهوا، قولي اسمك في بني سويف وتليفونك، لو حد يعرف يجيب لك على طول. لكن احنا عندنا في القصر العيني ما احنا بيعملنا لينا شهر يا دكتور سجاد دايرين. طيب يعني انا بستاذنكم يا جماعه، احنا كاساتذه في القصر العيني بنطلب من المريض يجيب دم، احنا ما بنعرفش نوفر دم للمريض. اذا حد فيكم عنده هذه النوع من الفصيلة او سالب لهذه المريضة يتواصل معاه وياخد يعني بركة المساعدة ليها. الو مين معايا؟ ربنا يمن عليها بالشفاء ان شاء الله. الو؟ ايوه مع حضرتك مريم. اتفضلي يا مريم.
يا دكتور مجدي، يا ربنا يبارك في حضرتك ويكثر من امثالك. شكرا. وعايزين حاجات للمشوره كده زي ما انت بتتكلم حضرتك في الطب والحاجات النفسيه، عايزين حاجات للمشوره. الله يخليك يا رب. حاضر. من الاسبوع اللي فات كنت بتكلم على العلاقات لو فاكره. حاضر. انا الاثنين نعمل لكم حبه مشهوره. امل فوزي عايزه حلقه عن الغده الدرقيه. حاضر يا استاذه امل، ان شاء الله خلال الفتره القريبه الجايه نعمل لكم حلقه عن الغده الدرقيه. مين معايا؟ مساء الخير يا دكتور مجدي. مساء النور. مع حضرتك علاء منصور السمرقط المنيا. اتفضل يا استاذ علاء. ازي حضرتك يا دكتور؟ كل سنه حضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه. دكتور، احنا من شهر 7 اللي فات كنت بشكي من تورم حوالين الكاحل رجال اتنين. تمام. مشيت وراها كده شويه تحاليل واشعاعات وجلسات تصادميه وحجن. مشيت ورا مين؟ كانت مش مظبطه معايا. انت كشفت ولا مشيت كده وخلاص؟ لا، كشفت مع الدكاتره يعني. انا رحت اكتر من دكتور روماتيزم وعظام والم كويس كده يعني. يعني الورم ده كان معاه ألم؟ الورم كان حوالين الكاحل الرجال الاثنين. الورم كان معاه ألم في الكاحل هنا وهنا؟ ما كنتش اما اقدر امشي. طيب عملت علاج طبيعي؟ عملت جلسه تصادميه بس ما قدرتش اكمل من الألم بتاعها، كان زياده. طب ليه ما عملتش علاج طبيعي يدوي؟ ما انا بعد كده مشيت ورا تحاليل ثانيه باطنه وكده، وصلت لمرحله يا دكتور ان كان عندي الشريان التاجي كان فيه كسور. فعملت دعامه وتوسيع بالوني فنسيت رجليا. يعني انشغلت في الشريان التاجي فنسيت رجليك. بالظبط، انشغلت بالدعامه واللي حصل في القلب وكده يعني. تمام. بعديها يا دكتور بعد ما عملت الدعامات كنت بمشي كويس وزي الفل، كل يوم ساعة. وبعدين؟ بعد كده رجع التورم تاني. نصيحتي اعمل علاج لو ما عندكش ضغط دم وما عندكش املاح وما عندكش سكر وما عندكش كوليسترول وما عندكش اي مشاكل عضوية، اعمل علاج طبيعي بس. حضرتك انا عندي ضغط وعامل دعامة وعندي املاح وعندي حاجات كتير يا حبيبي. لازم كل ده يتظبط الاول. لازم الضغط يتظبط الاول. تمام. ولازم انت عملت ثواني، عملت تحاليل روماتيزميه ولا لا؟ لا يا دكتور. طب نصيحتي روح لدكتور روماتيزم تشيك التحاليل الروماتيزميه، لا يكون في عندك روماتيزم مفصلي واحنا مش واخدين بالنا. تمام. طيب حضرتك انا في السفر دي مع الموجه الحاره مش بقدر اخد نفس، بحس بضيق في نفس في الاكسجين. لا انت وظايف القلب كويسه الاول؟ العضله كانت اخر فتره من شهرين كانت العضله 64. 64 زي الفل. عندك رشحه على الرئه؟ في سوائل على الرئه ولا حاجه؟ خط قطع او الضغط عالي ممكن يعمل كده يعني. استشير دكتور القلب، كفاءة عضلة القلب كويسة، لكن نستشير دكتور القلب عشان لو في سوائل على الرئة، ونستشير دكتور القلب لو الضغط عالي. مين معايا يا فندم؟ الو. دكتور مساء النور حبيبي، اتفضل. مساء الخير. مساء النور. انا عاوني من الجيزة. معلش الاسم مش واضح. عاوني من الجيزة. اتفضل يا استاذ عاوني. بيجي لي يعني في حتت كده من ايديا او رجليا او جسمي كله اي فوران كده في الجلد، وبيبقى عامل زي الخطوط كده يا دكتور، وبيستمر مثلا لفتره حوالي نص ساعه او ربع ساعه وبعد كده بيختفي.
عندنا سكر او ضغط او كوليسترول؟ لا. بيبقى فيه اي الوان في جلدك؟ لا. الخط قطع برضو. الو، انا معاك يا دكتور. بيبقى فيه اي خطوط حمراء في جلدك باينه؟ بتقعد فتره وتروح. طب استشير دكتور اوعيه دمويه من فضلك. طيب مين معايا يا فندم؟ الو، خط راح. مين معانا؟ الو الو، اتفضل. انت بتنادي على ترمس؟ الو، ايوه اتفضل. حضرتك استاذ فوزي معايا؟ نشوف غيره. حاضر، انا اللي اشوف برضو. حاضر حاضر. ايوه اتفضلي. الو، ايوه ست الكل اتفضلي. اللي بتشتم؟ الو الو، اتفضل. لو كانت بتشتم خليها تشتم بالمره. يلا الو الو، ايوه اتفضلي يا ستي اتفضلي. هو حضرتك ممكن تكلميني من التليفون بدل التلفزيون؟ الو، شوف غيرها. في دكتور؟ ايوه يا فندم اتفضل. مين معايا؟ ايهاب من المنيا. ايهاب كامل من المنيا. اتفضل يا استاذ ايهاب اتفضل. انا كان ابني من شهر 8 كده كان تعب في صدريه كده وبوكه اتعوض سنه. ابنك؟ ورحنا عملنا له تحاليل واشعاعات ومقطعيه، ما طلعش عنده حياه عضويه. عمره كام سنه؟ من شهر 8 لحد الوقت. عمره كام سنة؟ عمره 20 سنة يا دكتور. 20 سنة، ما طلعش حاجة عضوية. 20 سنة يا دكتور. ما طلعش حاجة عضوية. ما طلعش حاجة في بقه، أنا عملنا ساعة قعر مع بتاع فوق عملنا رنين ومقطعية وشعب اللي بيلزقوا الحياة في الدماغ دي مش عارف اسمها إيه. راحت من على لساني. ودكتور جاب النفس كالسيوم، خد كالسيوم، عملنا تحليل طلع النفس نسبه صغيره خالص. دكاتره تاني قالوا لا النسبه دي ما تعملش كده، هو ابوكم بيحصل فيه شده لتحت كده دكتور، وبيجي له حركه لا اراديه كده بيتسحب وشه من تحت عند دجنه كده زي غمزه كده بتيجي كده غصب عنه. كشفت عند دكتور اعصاب؟ ومش كشفنا عند بتاع خمس ست يعني بالظبط سبع دكاتره. سبع دكاترة أعصاب؟ مخ وأعصاب. سبع دكاترة مخ وأعصاب. عندنا ثلاثة أربعة في المنيا واثنين في مصر. وأنا الثامن؟ نعم يا دكتور؟ وأنا الثامن يعني؟ حضرتك الثامن إن شاء الله الشيخ يكون عايز حضرتك يعني. آمين يا رب. طب خد علاج ولا ما خدش؟ خد يا دكتور؟ خد علاج؟ خد علاج كتير جدا 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 دكتور. رحنا من ضمن الدكاتره اعطانا مهدئات، تسع انواع مهدئات. تسع انواع؟ ودكاتره تاني كتبوا له على تسع انواع مهدئات. ودكاتره تاني كتبوا له على 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 مكمل غذائي وفيتامين سي. وقالوا له ده ماكس كالسيوم. ودكاتره تاني قالوا له ده حركه لا اراديه بفعل اراضي او العكس في الكلام يعني. لما دي حركات لا اراديه. دكتور كان قاعد مع جليس، دكتور جليس نفسي. انا محتاج اشوف التحاليل بتاعته الحقيقه. طب اتواصل مع حضرتك ازاي؟ ابعتها لي على الفيسبوك لو سمحت. الفيسبوك قدام حضرتك على الشاشه. اسم
انا بعيد عن التلفزيون، خليك بتصور فيسبوك التلفزيون. اول ما توصل على التلفزيون تحت امرك. تمام، شكرا لمحبتك. شكرا لك، تؤمر يا فندم، سلامته، الف سلام. الو، ده حد بيسلينا؟ الو، ده ايه، ده حد بيسليني ولا ايه؟ الو، ايوه دكتور مجدي. ايوه يا فندم اتفضل. عايز اكلم دكتور مجدي لو سمحت. ده المفتش كرومبو ده ولا مين؟ الو، نعم اتفضل. أيوة يا فندم. اتفضل يا فندم، اتفضل. دكتور مجدي معاك؟ ده حد جاي يقبض عليا ده. ايوه يا فندم اتفضل. ايوه، وعندي جلطه على، ايوه، وخدت علاج نقط وبرشام وبرده ما فيش نتيجه، مرتين، مره مره بديت جدا مرتين. انت بتاخد سيوله؟ بتاخد ادويه سيوله؟ وقفتها بالنسبه للدكتور في يعني 10 ايام. هبروح لدكتور انف واذن يعمل لك كيف مناخيرك. يعمل لك كي يعني روح لدكتور انف واذن يعمل لك كي في مناخير. يعمل لك كي. يعني ما فيش اي اسباب ثانيه الموضوع ده؟ لا، هو غالبا ده من اسباب السيوله يعني. واقبض على دكتور الانف واذن بالمره وانت ماشي. يعني اول ما انت لو رحت للدكتور انف واذن الدكتور نفسه هيعمل لك كي ببلاش من صوتك ده. ماشي، ما فيش اي مشكله ثانيه يا دكتور. هو غالبا ادويه السيوله اللي عملت لك كده. يعمل لك كي وانت واقف تبقى كويس قوي. الف سلامه. مين معايا؟ الو. ايوه يا فندم. مساء الخير. مساء النور. انا بشكر حضرتك كتير على المحاضره دي. العفو. ومن فضلك انا عندي سؤال. انا باخد امبرايد 50 وعايزه ابطله، فطريقه تبطيله ازاي؟ هو هتبطليه لوحدك ولا مع دكتور؟ انت بتتعالجي عند مين؟ عند حضرتك. انت بتتعالجي يعني انت بتعالجي عندي وعايزه تبطلي الدواء؟ طب عايزه تبطليه ليه؟ حتى ان انا كويسه ومش محتاجاه يعني. خلاص، قال لي ليه بالتدريج كل اسبوع شيلي قرص. كل ايه؟ كل اسبوع شيلي قرص. هو قرص واحد اللي باخده بالليل امبرايد 50. يعني الاسبوع ده خدي 6 ايام، الاسبوع اللي وراه 5 ايام، الاسبوع اللي وراه 4 ايام، وهكذا لغايه لما توقفي خالص. طيب، كتر خيرك. لا، العفو، تحت امرك يا فندم. مين معايا يا فندم؟ الو. الو. ايوه. الدكتور مرتاح؟ ايوه يا فندم. انا معانا حضرتك هناء كريم من الشرقيه. اتفضلي يا استاذه هناء. معايا يا دكتور؟ معاك يا ستي. نعم، ماشي. انا حضرتك كنت استئصال فجر في 28. استئصال فجر؟ كنت باخد كيماوي قبل الجراحه وبعد الجراحه. وبعدين؟ بعد كده ايه يعني، خدت كيماوي قبل الجراحه وبعد الجراحه. سلامتك. بقى دكتور لحد دلوقتي بتقولي. نعم. سلامتك. الله يسلمك. شكرا. انا لسه لحد دلوقتي جايه من المدرسه، اسال الدكتور الاستشاري بتاعي يقول لي العلاج اللي انت بتاخديه. وبقى لي هو مخلص علاج بقى لي سنه وست شهور. ايه اللي منمل؟ ولسه اللي بيكمل. من امبارح كده. التنميل فين يا ماما؟ في ادم الجايه من تحت.
مش واضح لحديث كالوري. طب انت عندك سكر؟ عندك سكر او كوليسترول؟ لا مش عندي. ولا ضغط؟ لا مش عندي سكر ولا ضغط. لا الحمد لله. خدي مجموعة فيتامين ب مركب. خدي مجموعة فيتامين ب مركب. حقن ولا اقراص؟ خدي حقن الاول، ست حقن وبعدين اقراص. كل اسبوع واحدة ولا؟ كل اسبوع واحدة لمدة 6 اسابيع وبعد كده خدي اقراص. ماشي يا دكتور. الف سلامة عليك. سؤال تاني معلش. اتفضلي يا فندم. عايز سؤال تاني يا دكتور معلش. اتفضلي يا فندم. انا عايز تجيني نغزة على لما تاخد نفسي حتى دلوقتي شغالة انا. تجيني نغزة بجنب اليمين ما بقدرش اتنفس منها. ولا واتخن وتبقى تعبانه جدا يعني. لا دي لازم نكشف، دي ما اقدرش اقول لك على الهوا فيها ايه، لازم اكشف عليك. الف سلامة حبيبتي. سؤال معانا على الهوا، مين بيسال؟ لا، كانسر العظام، كانسر العظام لو انتشر وراح للمخ ممكن يعمل تدهور في الذاكره، وأدوية الكانسر لو اتخذت بشكل مكثف لعيان كانسر ممكن تعمل تدهور في الذاكرة، بس ساعتها ما بنسميهاش الزهايمر، بنسميها تدهور في الذاكرة. بس دي ليه بنسميها تدهور في الذاكرة؟ لأن بمجرد ما بنوقف أدوية الكانسر الذاكرة بترجع طبيعية. لو كانسر، أي كانسر مش كانسر عظام، انتشر في الجسم كله وراح للمخ ممكن يعمل تدهور، وده بيبقى علامة مش كويسة يعني. سؤال من بنت الرب، ايه ده؟ 60 سنة من السويس، عندها دوخة شديدة وعدم اتزان وصداع فظيع وضيق في التنفس ونار في رجليها وبواسير، ايه ده كله؟ لا، لو دوخة شديدة وعدم اتزان لازم دكتور انف واذن، ان ده غالبا يا ارتفاع في ضغط الدم يا اضطراب في الدورة الدموية بتاعت الاذن الداخلية. لا، السخونة اللي في الرجلين دي مشهورة مع سوء استخدام الرجلين، الوقفة فترة طويلة، التهاب الاعصاب، يعني ليها كذا حاجة، دي برضو لازم تكشف بطنة. لا مش لازم يجي من السكر، هو السكر اشهر الاسباب، بس ممكن التهاب الاعصاب بسبب الوقفه الكتيره بالظبط كده، بسبب روماتويد وضغط يعمل كده فعلا. كرياتينين 1.5 ده عالي شويه، بقى الضغط عندها مش مظبوط. شكرا حبيبي، ربنا يخليكي ويطول في عمرك. محتاجين دكتور بطنة يظبط الضغط ويظبط التهاب الاعصاب. معانا مين يا فندم؟ الو دكتور. الو يا دكتور تخيل. اتفضل يا فندم، مين معايا؟ مايكل معاك يا دكتور. اتفضل يا مايكل. دكتور معلش، والدتي كان عندها السكر ووقعت كده واتخبطت في الكتف فحصل لها شرخ، ففي زرعين جامد عمال يزيد، الزرعان ده هيروح ولا ايه؟ في ايه بيزيد؟ ولا ده غلط ولا في ايه؟ ايه اللي بيزيد؟ لا. نعم؟ ايه اللي بيزيد؟ ما سمعتش؟ هو بيقول اتخبطت في كتفها وحاجة بتزيد، أنت سمعت السؤال؟ طب لو تقدر تتصل بيا تاني أرد على حضرتك. طيب. كالعادة الحلقة قفلت على صوابعنا، معلش كتر الأسئلة مش قادرين نلحق عليها، فبنعتذر لحضراتكم للناس اللي حاولت تتصل بينا ما عرفناش نرد خالص. تحياتي وشكري لاهتمامكم ويعني مشاركتكم. بفكركم ان الأسبوع القادم ان شاء الله هنكمل حلقة الزهايمر، عندنا كلام كتير قوي مهم هنقوله، هنتكلم على أسبابه وعلى الوقاية وعلى العلاج وعلى الأدوية وعلى الأطعمة وعلى كل حاجة ان شاء الله. فكركم ان حلقتنا كل 4-9 مساء تتكرر يوم الجمعة ويوم الاثنين، والمواعيد بتطلع على الشاشة. بفكركم ان الفيسبوك بيطلع قدامكم على الشاشة، اللي عاوز اي سؤال يبعته لنا. وبفكركم ان احنا ما عندناش غير الفيسبوك ده،
واليوتيوب اللي عليه اسمنا دكتور مجدي اسحاق اوفيشال، الصفحة الرسمية الوحيدة. كان لي الشرف ان اكون موجود مع حضراتكم، والى ان اراكم في الحلقة القادمة لكم اطيب وارق واحلى الامنيات. تصبحوا على مليون خير.